عثرت السلطات التركية مساء السبت على حطام طائرة من طراز ميك 23 على أطراف جبال الأمانوس في إقليم هاتاي، فيما تمكنت من العثور على الطيار على بعد 40 كيلومترا من حطام الطائرة. وحسب وسائل إعلام تركية فإن الطيار الحربي سوري الجنسية. دعا المستشار النمساوي كريستيان كيرن الأحد الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر كامل على ظهور رصاصة أتراك في حملات تأييد الاستفتاء التركي على دستور جديد يوسع صلاحية الرئيس رجب طيب أردوغان. أعلنت القوات العراقية اقتحام 4 أحياء في الشطر الغربي من مدينة الموصل، المعقل الرئيسي الأخير لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، بعد استئناف عملياتها والتي شملت حسب مصادر أمنية كل من حي الدواسة، حي الدندان، حي السمود وحي النبيشيت. فتحت المكسيك مراكزاً للمساعدة القانونية داخل قنصليتها في 50 مدينة أمريكية، وذلك في خطوة لحماية مواطنيها من فرض قرارات صارمة بحق المهاجرين، وفق ما أكده وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي. شارك عشرات الفلسطينيين في الإضراب عن الطعام ليوم واحد في مدينة غزة، تضامناً مع المعتقلين المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي محمد القيق وجمال أبو الليل، داخل خيمة أقامتها جمعية واعد المختصة بشؤون المعتقلين الفلسطينيين، رافعين لافتات تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة الاعتقال الإداري.